عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مشيرا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب مخاطبا الصحابة هذا وليكم من بعدي فإن أطعتموه رشدتم. صحيح البعض أراد تضعيف هذا الحديث والبعض الآخر حاول التلاعب بمعنى هذا الحديث التحريف المعنوي. هذا وليكم من بعدي مفسر الولي بالمحب. طبعا سياق الكلام يأبى هذا التفسير، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يحبكم من بعدي. أولا حب أمير المؤمنين عليه السلام للصحابة المنتجبين المؤمنين هذا كان في زمان الرسول ولم يكن أمرا خافيا لكي يحتاج إلى بيانه. ثم بعد ذلك يقول فإن أطعتموه رشدتم، قرينة مقالية على أن الولي هنا بمعنى الأولى بالتصرف. هذا وليك فإذا أطعته كان فيه رشدك، يعني أصبت طريق الهداية. حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الكلام هذا وليكم من بعدي، كلمة من بعدي القرينة الأولى، القرينة الثانية فإن أطعتموه رشدتم، والقرينة الثالثة أنه هذا الحديث لو كان للولي معنى غير الأولى بالتصرف كان كلاما لغوا، ويجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللغو. يعني علي بن أبي طالب يحبكم من بعدي، شنو هذا الكلام؟ ثم أن هذا الكلام أيضا إذا كان الولي بمعنى المحب ليس بصحيح. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما كان يحب بعضا من الناس وما كانوا يحبونه كما هو واضح، لذلك حاربوه وحاربهم. لو كان بينهم حب مودة هل كان يحصل قتال بينهم؟ كلا. فإذن هنا الولاية بمعنى الأولوية بالتصرف، هنالك الولاية لله الحق في يوم القيامة. الولاية يعني التصرف والسيطرة والأولوية بالتصرف.